الشيء اللي لاحظته اليوم كنا زرنا انا وسيد الوزير الاول هذا المشروع وشفنا الصعوبات تاعو وخذينا الاجراءات والتدابير اللازمه لاعاده الانطلاقه. وزدت زرته مره ثانيه كان الريتم يعني رحت شويه زعفان ولكن اليوم لاباس، اليوم لاباس مش هين، اليوم لاباس من 10 ايام يبان. هما يقول لك العام يبان من خريفه، يبان لي رانا ملاح، يبان لي رانا ملاح. ظاهره مشروع تسجلوا في 2007 تقعد تتبع فيه 14 عام او يشكل مشاكل كبيره للدوله والميزانية الدوله وللتنميه والتطور الولايات. لازم المشاريع كي يكون عندك صفقه والصفقه هذيك عندها عمر، عندك دراهم، عندك ليتود، عندك لافي دابيل دوفر، عندك تقييم، عندك اختيار المقاول، عندك شروع في العمل. لاني سريف هذه راهي تابع الانجاز تاع السكه الحديديه للمشاريع او تاخر كبير. نقول لك عندها 126 ملف على مستوى لجنه الصفقات، عندها 80 ملحق، وعندها 19 دفتر شروط، وعندها 4 مشاريع. معناها انا رايحين لا يعاد تقييم هاي.